بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبدأ بداية السيد بلجي الشيخ حفان بن خالد، أحد الزملاء الكرام، سيدي نسيو بالله بداية التحرير، الأخت سي أربع المشهد مكلفة في صحة تاريخ الثورة جيد الشعب القسم الوطني، الأخت فريا بوشوية القسم الوطني، الأستاذ سعيد نايل القسم الرئيسي القسم الاقتصادي، والأخ جمال الكيلي رئيس القسم المحلي. في كل حال السي شيخ نعم نناقشوا ذكرى هذه النصر من زاوية أخرى ليس من زاوية التاريخ، ولكن ما هو الحادث الحقيقي لهذا المصري ونقرا في جاي كوموند فرنسية كما قال مليح على اعترف ذمنيا بان فرنسا وصلت الى وقت الجزائر ليست فرنسيه، اول مره تكون فيها الصحافه الفرنسيه تعالج هذا الموضوع بايجابيه. احنا سي شيخي احنا حبينا في البدايه نستضيف في الشام حبينا نكتب مصطلح هو وقف اطلاق النار سي شيخي او عيد المصير. هذا سؤال مهم جدا لأنه يعطي للحدث أبعاده الحقيقية وقيمته أصليا. بالنسبة للجزائر مسألة المصطلحات مسألة مهمة جدا لأنها توضح المسائل، والذي وقع يجب أن يوضع في سياقه التاريخي، وننطلق من البداية. البداية في يوم 14 رمضان 1830 تم إعلان الحرب على الجزائر بصورة رسمية وببيان وجهها إلى الشعب الجزائري والوثيقة موجودة. على هذا الأساس كل ما وقع من أعمال تحت أي عنوان من ذلك اليوم إلى يوم 19 مارس 1962 يدخل في إطار الحرب. الحرب معلنة، وككل حرب في العالم بأسره وحسب القوانين والقواعد والأعراف لا تنتهي الحرب إلا بتوقيع اتفاقية سلام. لكن توقيع اتفاقية سلام يحتاج إلى مراحل وظروف، وبالتالي حتى تضع الحرب أوزارها تلجأ الدول إلى توقيف القتال. توقيف القتال ما هو إلا مرحلة نهائية لإنهاء الحرب، وبالتالي 19 مارس 1962 هو توقيف القتال. لكن بالنسبة لنا نعتبر أن ذلك يوم كان يوم نصر. لماذا؟ لأن أنهينا كابوس على الشعب الجزائري دام 130 سنة. لأول مرة منذ 132 سنة يحس الشعب الجزائري بأنه فعلا قد استراح من الحرب. وبالتالي ما وقع خلال الفترة الانتقالية كما تسمى من 19 مارس إلى 3 جويد هو تمهيد للخطوة الثانية، وهو استرجاع السيادة الوطنية. لأن لا يكفي أن ننهي أو نوقف القتال، لابد من عودة السلطة الجزائرية لتمارس مهامها في بصورة قانونية. وبالتالي جاءت رسالة الجنرال دوغول
الرئيس عبد الرحمن فارس تقول إن الصلاحيات الخاصة بالسيادة على المقاطعات أو الولايات التي تمس بالديبارتمون الفرنسية في الجزائر تحول ابتداء من اليوم إلى الهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية. إذن حتى في المنظور الفرنسي القانوني والسياسي لم يكن استقلال بل استرجاع للسيادة الوطنية. هذا ذلك المصطلح يجب أن يعود إلى مكانه، أننا استرجعنا السيادة الوطنية وليست استقلال، لأن الاستقلال يجعل من الجزائر العملية في حد ذاتها عملية انفصال، انفصال عن التراب الفرنسي، بمعنى أن جزء من التراب الفرنسي ينفصل ويستقل، وهذا غير صحيح، لأن ضم التراب الوطني الجزائري إلى التراب الفرنسي في 1848 هو عملية غير قانونية وغير شرعية، لأن الجزائر كانت تتمتع بالسيادة قبل 1830، فجاء إعلان 3 جوليد 1962 ليعيد الصلاحيات الخاصة بالسيادة التي سلبتها الدولة الفرنسية لتعيدها إلى أصحابها. فهذا إذن فهو عيد النصر، بمعنى أنه العتاق بالنسبة للشعب الجزائري، وهذا هو المعنى وهذه الأبعاد التي يجب أن تكون لهذا اليوم. شكرا لك افتح النقاش مرجع لها، يمكن الاعتماد عليها في تأمين هذه السيادة وحماية هذا الوضع. في أطار ما نتوقفش عن كل مسكت يمكن امتداد لممارسة سلطة سياسية من أجل إبقاء الجزائر واقفة عن الجزائر حرة ومستقلة. هنا هذا الموضوع هذا يطرح عدة مواضيع الحقيقة. على المواطن الجزائري أن يعي وعيا كاملا بأن للجزائر أهمية كبرى بالنسبة للسياسة الدولية، وأنها مستهدفة منذ وقت طويل. استهداف الجزائر موش في 1830، استهداف الجزائر كان يعني كنت أقول من الاستعمار الروماني أو حتى من قبل، لأن الجزائر تشكل جغرافيا واجهة واسعة ومطلة على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأبيض المتوسط معروف تاريخيا أنه مهد لكل الحضارات، وبالتالي هذه الجزائر لابد أن تكون أو أن تقع في قبضة من يمكن أن يسيطر عليها لأهميتها الاستراتيجية وأهميتها التاريخية. لن ننسى بأن الجزائر هي بوابة أوروبا على إفريقيا، لن ننسى بأن الجزائر
تنتمي إلى محيط، إلى محيطين واسعين، الأمة العربية والأمة الإسلامية، فإذا كان النزاع على العروبة فهي في النزاع، وإذا كان النزاع على الإسلام فهي في وسط النزاع، وإذا كان النزاع حتى على الأبعاد الاستراتيجية فهي في عين الإعصار. وبالتالي على المواطن الجزائري أن يقتنع أولا بقيمة بلده، وأن يقف على حقائق الأمور، وهذا ما نسميه بالوعي التاريخي. إذا لم نحقق الوعي التاريخي عند المواطن فإن الجزائر تبقى دائما في وضع هش، وتبقى مستهدفة ولن تقف لها قائم. لابد من الاقتناع، لابد من تشكيل الجبهة الداخلية الوطنية على هذه الأسس، أننا لا نكن عداوة لأحد، ولكننا مستهدفين لمن نمثله بالنسبة للعروبة، بالنسبة للإسلام، وحتى بالنسبة للحضارة. لأن فترة طويلة من الاستعمار مدة 132 سنة أفرغت البلد من كل المقومات الحضارية، حتى أن الآن يعني ما زال عندنا من يقول أن الجزائر لم تكن شيئا قبل 1830. وبالتالي علينا أن نعيد توظيف العناصر الحضارية في واقعنا اليومي، حتى يكون لدينا أولا تسلسل تاريخي متصل، وحتى يكون لنا أن نعيد لمآثرنا مكانها في مسار العمل الإنساني الحضاري. الجزائر شاركت في الحضارة الإنسانية، ويجب أن يقتنع بهذا كل الناس، بالوقوف على هذه المآثر، بمعرفتها أو إعادة اكتشافها. نقول بأن الرومان تركوا آثار في الجزائر، هل يخطر ببال أحد من الآن أن هذه الآثار بنيت بأيد جزائرية؟ منين جابوا اليد العاملة؟ إذا حلقة العامل الجزائري هي التي خلفت هذه الآثار. قد نقول بأن المهندس كان روماني، جاب طريقة، جاب نوع، جاب نمط من البنيان، ولكن إذا كان الخدام يديه معوجين والله ما يطلعهاش. والدليل على هذا قصر قبر الرومية، مدغاسة، حدابتنا، هذه المسائل ماهيش الرومان بنها، والآثار التي دمرت باش ما تبقاش، باش ما نشوفهاش. كثير من الآثار دمرت، كيف هذا اسمحوا لي هذا الثرثار وكبرت أصبروا عليا. قوس النصر نتاع جميلة الرومان بدلوه، يعني جزء من الآثار الرومانية، لكن أنا أقول بأن العامل الجزائري هو اللي بنى. وعندما دخل الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر في الأربعينات من القرن التاسع عشر، تقرر أن يفكك وأن يوضع في ساحة من ساحات باريس. قال ما تستهلوش أنتم قوس كما هذا. البرلمان الفرنسي هو اللي تعرض لأسباب مالية، ماهوش لأسباب مبدئية. مبدئيا قال إيه والله بالفعل ما يستاهلوش هذا، لكن ما عندناش دراهم باش نفككوه حجرة حجرة، لأن الحجرة ماهيش صغيرة، إذا نحتاج إلى
ما عندناش المال الكافي باش هذه هي. إذن مئات الآثار راح دمرت، بنوا عليها كان ثكنة عسكرية في الحدود الجزائرية التونسية على عدة أميال من الحدود قبل ساقية سيدي يوسف. هذه الثكنة مبنية على آثار رومانية، وما دام الشيء بالشيء يذكر كانت فرصة لطاهر زبيري الله يذكره بالخير أنه فكر في أنه يستولي على هذه الثكنة هذه أيام الثورة في 1961، وبعد ما درسوا المحيط لقوا بأن هذه الثكنة موجودة هنا في الوسط، وكان خمس ثكنات محيطة بعيدة شوية 3-4-5 كيلومتر، ولكن كاين أنفاق من تحت توصل للوسط. صار هكذا يروح يقضي على هذه الثكنات ودخلوا من تحت وشو داخلين في الوسط، واستولوا على الثكنة لمدة يوم كامل، والعالم الجزائري رفرف والعسكر المقيدين مكسلين اللي هي في الشوكة. هاي نفعتنا آخر شو شيخي سؤالي على اتفاقية اليوم. نعم. كل مرة يبدأ هذا السؤال يطرحه هذه هناك بنود سرية في هذه الاتفاقيات، والبعض الآخر يقول لك هناك يعني هذه الاتفاقيات بنودها جعلت الجزائر رهينة نتيجة الامتيازات الاقتصادية اللي منحت لفرنسا، يعني وش تقول أنت فيها؟ من الناحية المنطقية لا أظن أن هناك بنود سرية، لا أعتقد، ولم يتأكد هذا لا من طرف ولا من طرف آخر. نعتقد أن ما فيش اتفاق ما فيش بنود سرية، أن هذه الاتفاقيات تعطي امتيازا. نعود إلى المصطلحات، نعود إلى المصطلحات لنتبين أن السلطات الفرنسية لم تكن في درجة من الإخلاص ومن الموضوعية، ولم يكن لديها خلو من الحسابات السياسية. بمعنى أننا نحن نسميها اتفاقيات كبيرة على اعتبار أنها تمت بين دولتين أو عندها على الأقل قيمة دولية، الدولة الجزائرية في ذلك الوقت لم تبعث بعد ولكن عندها قيمة دولية ينطبق عليها ما ينطبق على الاتفاقيات الدولية من ناحية القانون الدولي. لكن بالنسبة للفرنسيين استعملوا مصطلحا آخر رسميا، وهو أن هذه تصريحات حكومية. احنا نقولوا اتفاقيات وهم يقولوا ديكلاراسيون غوفرنمونتال. ارجعوا للجريدة الرسمية الفرنسية تلقاوها ديكلاراسيون غوفرنمونتال، وهذا موضوع مهم جدا. رجال القانون عندنا لم يتوقفوا عند هذا ليناقشوا ما هي الآثار وما هي المنطلقات. منطلقات، أن الفرنسيين اعتبروا الجزائر أرض فرنسية بقرار أحادي، لم يستفت الشعب في يوم من الأيام ليقول بأن الجزائر فرنسية. الآن من يواجهونا بهذا الكلام هذا يقولوا طيب يا سيدي، لو أننا قبلنا بأن الجزائر فرنسية لماذا نقاوم؟ رانا ما حبسناش المقاومة من 1830 حتى 1860، لماذا نقاوم ما دام أنا سلمت لأنها أرض فرنسية؟ الثانية، أن السلطات الفرنسية عندما بدأت الثورة المباركة
قالوا هذا موضوع داخلي. فلنعد إلى القانون الدستوري الفرنسي. القانون الدستوري الفرنسي كل القوانين الدستورية عند الدول في حالة وقوع أحداث في منطقة ما من الوطن، هنا نتكلم عن الوطن كما يضرون اليوم هما الجزائر جزء من التراب الفرنسي، هذا هو الوطن، ما يقع تقع قلاقل يسمى هذا تمردا. الفرنسيين استعملوا هذه العبارة انسوركسيون، تمرد، بمعنى أن يا جمعية الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن وإلى الدول اللي تتدخل في المشروع وقع عندكم قال لك هذا التمرد الداخلي عندنا نعالجه حسب قوانيننا. لهذا قالوا طيلة العمليات قالوا بأن هذه عملية حفظ الأمن. Ce sont des actions de maintien de l'ordre. Action de maintien de l'ordre. اللي تجعل مليونين من العسكريين المهيكلين في الجيش الفرنسي يتداولون على الجزائر ما عادش maintien de l'ordre. لكن هما بقاو في هذا المنظور القانوني الداخلي الفرنسي. C'est une affaire intérieure. وجابوها أثار انتريور حتى الاتفاقية الانتريور. لهذا كان ديكلاراسيون غوبرنمنتال باعتبار أن تقولش بأن هذا خطأ من الثورة، نقول هذا إعمال لمبدأ متعارف عليه ومتفق عليه دوليا وأصبح جزء من ميثاق الأمم المتحدة، حق الشعوب في تقرير مصيرها. عملوها الجماعة في بيانهم اللغة. كي رصت الصح مع سي جنرال دوغول جبدها. كان هذا هو المخرج اللي يحفظ لنا من بعد الوجه. نروحوا لهم في عملية تقرير المصير. عملية تقرير المصير وقعت في كثير من البلدان في اندونيسيا، دير استفتاء وتقرر الانفصال. دونك سي اون افير انتيريور قعدت على اساس انها اذا هنا منظورين مختلفين ومتناقضين. وهذه ماهيش اول مره حتى في العلاقات الجزائرية الفرنسية والأوروبية لما قبل 1830 كان فيه منظورين للعلاقات، ما يسمى بالامتيازات البريفيلاج. تجي سفينة نرويجية ولا هولندية فايتة قدام مرسى الجزائر، يخصهم الماء ويخصهم الحطب ويخصهم كذا، يطلبوا الدخول للميناء باش يتزودوا. صح. من ناحية التعامل بين الدول قال أنا هذه مسألة إنسانية، أسمح لك بالدخول وما نحاسبكش، ما تشريش، نعطيك بلاش لأني أنقذ أرواح. هذه تسمى امتيازات، هما سماوها في الوثائق نتاعهم كابيتولاسيون، إذعان. احنا نقولوا امتيازات وما يقولوا إذعان. هذا الإذعان هذا دخل في معناه الحقيقي في المواثيق الدولية لما بعد. الآن موجودة في القانون الدولي ما يسمى بامتياز الدولة صاحبة الرعاية، لا كلوز دو لا ناسيون لا بلو فافوريزي، موجودة. هذه موجودة، احنا طبقناها في السابق. لكن الشيء اللي وقع في ذلك الوقت
أن كثرة الامتيازات هذه اللي تسلمها حتى أصبحت الناس كل، وهذا الشيء اللي قضى على الدولة العثمانية، الامتيازات هي اللي قضت على الدولة العثمانية. منين نعطي أنا الواحد نعطيه امتياز باش يدخل، الأخر يجري يعطيني نفس الامتياز، بدأت تمشي تمشي حتى راح كل هذا الامتياز. إذا بالنسبة باش نرجع للموضوع سلطات فرنسا والتعليمات التي أعطيت كانت على أساس أن ما زالت العملية قضية داخلية، وبالتالي ما فيش اتفاقيات. عندما راحوا الجماعة 62 بعد استعادة السيادة الوطنية باش يسجلوا هذه الاتفاقيات في منظمة الأمم المتحدة، قالوا يا جماعة احنا الطرف الآخر راه يقول لك العصور هو المقر، روحوا اتفقوا فيما بينكم وتفضلوا. جواب منطقي، هي خطر يلزم دولتين، ما عادتش الجزائر ما زالت في الثورة أو لا، خلاص حصلت على سيادتها وبالتالي تمارس الصلاحيات تاعها بموجب هذه الاتفاقيات. لا، قال سيدي ديك الرقم هو المطار. هذا هو الخلاف القانوني وال المصطلحات. وبالتالي مسألة تقرير المصير يجب أن يعاد فيها النظر حتى تقدم على حقيقتها. نقول لكم حاجة بس أرجو ما تكتبوهاش. قد يكون هذا من بين الكلام الذي دار، هذا قد يكون من الكلام اللي يكون دار في الكواليس وفي الأمانات والفوضى، ولكن الوفد المفاوض قبل بمرحلة الانتقالية. مرحلة الانتقالية قال مسألة الأمن ما في يديكم انتوما، احنا جيش التحرير ما يتولاش هذه المسائل، ما يتولاهاش، لأن شكون اللي رايح يعكر الأمن؟ هم الفرنسيين المقيمين، هذو الرعايا تاعكم، احنا ما ندخلش، ما نتدخلش. ولهذا فرض، وهذا الذي يقع في جميع الحالات التعتبر، أن القوات تتمركز في المكان الذي تتواجد فيه عند توقيع التدخل. جيش التحرير معروف بأنه ماهوش في المدن، يبقى في الأرياف في المكان اللي راه فيه، والجيش الفرنساوي يبقى في التكنات نتاعو، ما عندوش حق يخرج للريف. وهذا الذي كان جيش التحرير على كل حال باش ولن يخلي الجيش يرتاح، ما بقاش في الجبل، لكن جان المراكز نتاعو، مراكز التموين، نزل ولكن على سفح الجبل، على سفح الجبل. المراكز هذيك كانت نتاعو، يبان الثورة التحريرية، كان يجي يمر ثما، كان يجي يرقد ثما، يرتاح المقاتل مريض يجيبوه ثم إلى غير ذلك. فنزلوا إلى المراكز اللي معروفة. ولو كان المسألة هذه كان فيها فهم آخر، ما كانوا يديروا لجان مشتركة لمراقبة توقيف القتال، فيها ضباط من جيش التحرير وفيها ضباط من فرنسيين. كل ما يكون خرق تجتمع وتحل المشكلة. إذا لا فورس لوكا يفالي بيان دوني
الاكزيكوتيف بروفيزوار هذا اللي داروه تعطي له قوه باش يحفظ الامن. انك تشكلها من بعض الحركه اللي كانوا وكذا، هذا مساله تخص الفرنسيين ما تخصناش حتى. حتى ان ذكر موضوع الحوادث التي وقعت على الواس في الفتره هذه، وان في كثير من الحركه قتلوا، وان في كثير من الفرنسيين قتلوا. لمن تسند المسؤوليه؟ تسند الفرنسيين. انا الامن مش في يدي، كيفاش جيش تحرير يتدخل في شوارع وهران باش يحمي الفرنسيين ضد الفرنسيين ولا ضد الجزائريين الناقمين؟ هذا يا اخي هذا شيء. شوفوا انتم واش درتوا 45 في شوارع باريس، واش درتوا بالنسبه للكولابوراتور، واش درتوا بالنسبه للتصفيات نتاع الاداره؟ مئات الالاف من الموظفين اوقفوا من العمل. وانا جيت لومني على 132 سنة من القمع والاضطهاد والقتل والتقتيل، أن جزائري ما يثورش الدم نتاعو عندما يشوف قتل باباه ولا قتل خوه. ومع هذا أن جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الفدائيين وكذا يعني قاموا بعمل كبير أنهم هدوا الأعصاب نتاع الجزائريين. يعني الحمد لله ما عندناش حق. إحنا الهدف نتاعنا وصلنا له، هذا خلاص. هذا هو المسؤول الذي يطلق شيء. طبق الحزبية السياسية اليوم نشوف المواعيد هذه في 19 مارس هو نوفمبر، كان أحدث المقصورة يعني مرتبطة بالدولة والملف العمومية فقط. ما نشوفوش الأحزاب مثلا دير محاضرات مع أنها قسم مشترك، نشوفوا غياب تام للتاريخ في النشاط الحزبي. هل الأرشيف مثلا تستقبلوا شخصيات مثلا سياسية حزبية تهتم بهذا الشيء؟ وانا عندكم مشروع لاطلاق اذاعه الارشيف، لانه حال الان الارشيف ان يتكلم امام هذا نشوفوا قنوات طبخ وقنوات كذلك. جردي مجردي. جردي مجردي. استاذ حسن. اولا بالنسبه للنشاط الحزبي ارجو ان لا اعين الموضوع يخص الاحزاب. عنديش دروس نعطيها لهم دبراسة، كانت مثل شعب قديم يقول اللي شم عيد الماء. حبيت ندير سياسة. لو كان متكلمش يعني نعاود عليك. كنتو قاعد كثر كثر على كل حال. احنا سي شقيق برك حبيت نعرف، انا عندي مجموعه هكذا من الافكار هكايا، حبيت نقول لك اللي واش عندكم كارشيف في المؤسسه ديالكم حول 19 مارس هذه الاولى. وثانيا في اشياء في الساحه الوطنيه دور السي شقيق في حدا ضد رموز الوطن والرموز التاريخيه اللي ادت الواجب تاع ثورة تحرير الوطن. السي شيخي هل ما يكتبه سيد او تعتقد الروسي، هل ما يكتبه سعيد سعدي هو التاريخ؟ هل في اشياء في واحد الكتاب ذات تميل الى الاثاره اكثر منها الى التاريخ؟ انسان يحب يتوقف يتموقعوا في بكتابات اشياء حقا في اشياء اللي تستاهل. الله يجزيك يا سيدي. أولا وقبل كل شيء لنعود إلى التعريف الذي أعطاه ابن خلدون لمادة التاريخ. منذ ابن خلدون إلى يومنا هذا لم يكن هناك تعريف دقيق بالنسبة لمادة التاريخ كما تعلم. غريبة. التاريخ يلتقي فيه جميع الناس، وبالتالي يتناوله المختص ويتناوله غير المختص، وكل يجعل منه مطية للوصول إلى مبتغى. اللي حب يوصل للسلطة يرجع للتاريخ،
اللي يحب يحقق مشروع يرجع للتاريخ، اللي يحب يعني يحقق نزوات شخصية يروح للتاريخ. هو الأدب والتاريخ يمشيوا مع بعض، وبالتالي يلزمنا نستعمل مبدأ معروف في الاقتصاد، هو أن العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة. كل الناس تقدر تكتب في التاريخ، ولكن هل هذا يعتبر إضافة إلى المعرفة التاريخية أم لا؟ المجتمع هو اللي يحكم، مجتمع القراء هو اللي يحكم. تناول رموز الثورة والشخصيات التاريخية بشتى الأساليب هذا أظن شيء عادي، شيء عادي، لأن كل من يتولى مسؤولية أي كانت سياسية اجتماعية كذا لا بد أنه أن يتعرض للنقد، كان النقد البناء وكان النقد الهدام، والنقد الهدام أكثر من النقد البناء. كان الناس تساوهم يعني ضرب عليهم نسيان وطبقة كبيرة من الغبار، وفي يوم من الأيام تكتشف شخصيات كبيرة مثل بن شنم قالوا الله يا سيدة رغم يعني مستوى العلم اللي كان مصلي من أول الجزائريين اللي حالوا شهادة الغراء وكتب كتب الفرنسويين رجع مازال مسكين. هو اش كتب؟ اكتب كيما حمدان خوجة، اكتب للفرنسيين باش يقول لهم ردوا بالكم الشعب هذا اللي راكم تهينوا فيه راهو كان عنده حضارة وعنده ثقافة وعنده كذا وعنده كذا، ويعطي لهم العينات بلغتهم حتى يفهموه حتى يفقهوه. حمد الخوجة كتب بالمرآة وجهر الفرنسيين، قال اسم مجمع هذا الناس هذول راهم تقتلوا فيهم، راهم كانوا 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 كانوا. والعبارة هذيك نتاعو البليغة اللي قالها، قال يعني تعجب أن بريطانيا في هذا الوقت تساعد على حرية اليونان وتحاول بسط يد الديمقراطية، شوفوا المصطلحات العصرية، بحكم حقوق الإنسان في الهند. وعندما أدير عيناي لبلدي أرى الدموع تنهمر ولا تكاد تتوقف للهم والغم الذي يسلط على هذا الشعب. ويروح حمد الخوجة. إذن أنا أقول بأن لكل إنسان على وجه الأرض الحق في أن يكتب في التاريخ. معليش يكتب. أنا فقط نقول بأن المجتمع غربل والمؤرخ غربل. درك كاين شيء من الاحترام، أنا المادة هذه ما نعرفهاش، أنا المادة العيش دي مديت لها يدي يجب أن نستمع الأصوات اللي تنزل عليها بسلام. سي سعدي والنقيب كتب فليكتبوا عليه يشكك. حنا نشوف دروك المسار السياسي والأغراض السياسية التي يراد تحقيقها
بهذه الكتابات، كتابات حزبية لا ترتقي إلى الكتابة العلمية. مفروض المجتمع يقرأ، يقرأ وش يقول هذا وش يقول هذا وش يقول هذا، لكن بعدين لازم يحكم. عم نجي الشيخ هذا ماهوش مؤرخ، ولكنه أحب التاريخ منذ أكثر من 50 سنة. هل الوثائق هذه كيف يمكن، هل يمكن التحقق منها؟ احنا شفنا مثلا ناس تهمهم بالخيانة بوثيقة مستخرجة من عشير فرنسي، يزعمون أنها مستخرجة، أو اليوم مؤخرا عاودوا ولا كشاهد وخدم الطوارئ، يعني لافيابيليتي تاع الوثائق هذه الموجودة في العصر الفرنسي. والسؤال الثاني يعني تحب تكون إجابة بالنشر أو أوف مع النشر، وزير المجاهدين هذا طيب زيتون لما طلع كوزير عين كوزير دار تصريح في ابن عكمه قال أن الجزائر ستسترجع الأرشيف الذي يناسبها. أي يناسبها؟ الذي يناسبها. هل هذا هل في الأرشيف هذا يعني فعلا يخيف، هل يخيف بعض الأشخاص من مصلحة الجزائر والذاكرة الوطنية ما زالش في الأرشيف هذا؟ شوف، ولن لافيابيليتي، لافيابيليتي ديزارشيف الأرشيف الوطني وهي دار أرشيف. من العادة أنها تجمع الأرشيف ولا تتدخل في صحة الأرشيف، تتدخل في صحة الأرشيف عندما تكون الوثيقة رسمية صادرة من إدارة استعمارية، إدارة عثمانية، إدارة كذا، لا تتدخل. قال والله أنا عندي أصل، يبقى المستعمر من حقه أن يحرك خبرته باش يتأكد من أنها فعلا صحيحة، ونقوم بهذا عندما تدعو ضرورة إلى ذلك. بالنسبة للافيابيليتي، السلطات الفرنسية عندها أرشيف، الجزائريين الجزائر عندها أرشيف، ومقابلة النصوص ببعضها البعض يجب أن تكون هناك القواعد موحدة بين دور الأرشيف بما يتعلق بالحق في الوصول للوثيقة. تختلف التشريعات من بلد إلى بلد. كان بلدي يقول لك الوثيقة ما مر عليها 50 سنة تصبح من الميدان العام. في بلدان تحدد التواريخ أقل وإلا أكثر. لكن يبقى أن لدور الأرشيف في أي مكان الحق في أن تعترض على تقديم وثيقة ولو بعد الأجال المحددة قانونا، إذا رأت بأن هناك فيه مس باستقرار البلد المجتمع ولأسباب أمنية وأسباب تتعلق بالسيادة الوطنية. هذا يحق لمدير الأرشيف أنه قال لا، أنا الوثيقة هذه ما نقدرش نعطيها، ما نقدرش نطلع عليها. بينما فيه قواعد، إذا شفت أنا بأن الباحث عنده موضوع مهم يضيف للمعرفة التاريخية ما يضيف، عندي حق ناخذ الوثيقة نمحي منها، نعطي له نسخة يعمل عليها، نحي الأسماء ونحي أسماء الأماكن ونعطيها، يأخذ منها الفكرة العامة، ما يقدرش يسمس باش يكتشف الشخص وإلا يكتشف المكان. هذا معمول به، لكن استقرار المجتمع
هذا من أوجب الواجبات بالنسبة لكل مؤسسات الدولة ومفروض لكل مؤسسات اجتماعية. الشيء اللي يروح يدير لي أنا بلبلة في البلاد ما نديروش. سيأتي يوم ربما تهدأ في هذه المسألة وقدمها. يبقى هذه الوثائق هذه المستخرجة بحكم التواريخ في إتاحتها تكون صحيحة وقد تكون لأغراض هذا على كل حال. هل الأرشيف يشكل خطر على المجتمع؟ هذا الكلام اللي قبلونا به فرنساويا قال ما نعطيكمش الأرشيف نتاعكم قادر كان نعطيه لكم تتقاتلوا. احنا قال الكلام اللي نقوله نقول بأن ما كونش مسؤولين عن استقرار المجتمع تاعنا. نحن مسؤولون عن استقرار مجتمعنا ونحن نعرف ما نقدمه للبحث وما لا نقدمه. وبالتالي أعطيني الأرشيف وطبق القانون. طبق القانون. أعطيك مثال قف يعود علينا هذا المصر الصحي. كان مشكلة كبيرة في الجزائر تراشق بين المجاهدين والشهادة رغم حتى ثاني رجل في الدولة مجلس رئيس مجلس الأمة طلبها في خطاب افتتاح الدورة الماضية. شوف يا سيدتي أنا جواب بكل صراحة أولا الثورة على ثاني في مسألة المصطلحات وما نشكر ولا وهذه المسائل هذه يا جماعة صدقوني ما دام لم يوضح وترسخ في أذهان الناس أننا نفكر فيها كلنا بنفس الطريقة ما نروحش بعيد. واحد يقول ثورة واحد يقول حرب. وهذا اللي طيرني الشابو والقلمود بالأمس في متحف المجاهد لما قلت بأن يلزمنا عما نتناول هذه المرحلة نتناولها من زاويتين. وقع علينا عدوان في 1930 أعلنت علينا الحرب منذ ذلك الوقت حتى وصلنا إلى توقيف القتال. إذا نظرنا إلى الموضوع من الزاوية الحربية موش النضالية نضال سياسة من الناحية الحربية فهي حرب تحرير خطر باش نحرر البلاد من عدوان. لكن إذا نظرت لما أتت به الحركة الوطنية والثورة الجزائرية بالدرجة الأولى من تغييرات في المجتمع خطر الثورة تغيير هنا نقول ثورة. الثورة الجزائرية فيما يتعلق بالمجتمع الجزائري الذي يرتقي بمعجزة من رعاية انديجان إلى فكرة المواطنة إلى فكرة المجتمع السياسي. انتقل من مجتمع مدني إلى مجتمع سياسي. ما هيش الحرب اللي نقلاته جبهة التحرير الوطني بالعمل السياسي والاجتماعي في أوساط الشعب فجاءت بالتغييرات في المنطق في الملبس في التصرف فأحدثت ثورة عميقة في المجتمع. سيت اون ريفولوسيون سوسيال. بالتالي المواطن في الريف ما كانش يعرف لو ريشوا غاز
جات الثورة عادت البونبون تمشي فوق الحمار ويوصلوها للدوار ويديروا العشاء وتجي الكتيبة تعشى. المواطنين في الأرياف بتاعنا ما كانوش يعرفوا الصلاة لا صلاة. كان يقولها نية، يقول الزردية نية، يقول الخرد لي ني، يقول بصلة هكذاك ولا نتفننوا في المأكولات، لأن المجاهدين جايين، المجاهد له قيمة كبيرة كبيرة جدا. اثنين، في المصطلحات اللي عاد يستعملها المواطن، يستعمل كلمة النظام، يستعمل كلمة الكتيبة، ما يقولش البطايون، ما يقولش الفرقة، ما يقولش البلوطون ولا، يقول الفرقة. عاد يتكلم عن الجراد، ماهوش ليودنا، ملازم. الصار أول، صار ثاني. قبطان نقيب. العريف. ما عادش يقول إلا كي يشوف الفرنساوي يقول لك هذاك كبرى، هذاك سرجان. صح كي يشوف المجاهد، كذا عقل، هذا عريف، هذا نقيب، هذا مساعد، هذا ضابط أول، ضابط ثاني، إلى غير ذلك. هذه المسائل دخلت في التعامل اليومي بحيث أحدثت ثورة في المجتمع. إذن عاودي أعطيني السؤال بتاعك باش نقول لي نرجع للطريق. هذا التراشق عدل، لأن الأحداث التاريخية تمر دائما بثلاث مراحل. بعدما تنتهي العمليات وتنتهي الأحداث، تكون مرحلة أولى مرحلة السكوت، هذا بيا ما تكلمش. الأوضاع مؤلمة جدا، هذا بيا ما تفكرش. الإعلام تاع جي مرحلة السكوت، بعدها تجي مرحلة ثانية وهي مرحلة المراجعة. نحاول كيفاش نوظف بعض المعلومات واللي نطلقها للمجتمع. تجي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التنكر. التنكر والنيهيليزم. ما وقعش، ما درتش. هذيك الرصاصة اللي كانت قتلت الكابيتان ولا الكوماندون فلان، ماكش أنت اللي طلقتها، أنا اللي طلقتها. كل واحد يقول لي يجبد الحساب نفسه. هذه كلها بالنسبة للمؤرخ هي عمليات ضرورية باش يفهم، لأن الأمور تولي تركن. خليه يترشق، خليه، معليش، على المؤرخ أنه يغربل. هذه من فائدة المؤرخ، أن الناس تترشق وتنكر على بعضها البعض وتشكك، لكن المؤرخ راح يقابل الكلام تاع هذا والكلام تاع هذا والكلام تاع هذا حتى يوصل يقترب من الحقيقة، لأن الحقيقة باش نوليو نبنيوها خلاص رحت، نجمش. الحقيقة التاريخية هي صناعة التاريخ أو الكتابة التاريخية، هي إعادة تركيب الأحداث. إعادة تركيب الأحداث، والمؤرخ الحاذق الكفر هو اللي ياخذ مثلا حدث وقع مثلا في الأوراس يربطه بما وقع في مغنية. كاين علاقة سببية، هذه العلاقة السببية هي اللي واجب المؤرخ أنه يتشبع بها. مع الأسف مؤرخينا، هذه ثاني الكلمة هذه الناس حقوها أحبابي، مؤرخينا كسلاء وغير أكفاء، ما حبوش يفهموا أن تكوين المؤرخ والجامعة جزء من هذا. تكوين المؤرخ لا يتم بالحصول على شهادة دكتوراه.
شهادة الدكتوراه هي الرخصة التي تعطى لك للبحث. بداية العمل تاع المؤرخ هو هذه الرخصة، ما هوش مؤرخ أن يكون دكتور. ثم تكوين المؤرخ، مش كما تكوين المهندس. تكوين المهندس يدي شهادة من الجامعة، يروح الشركة والمؤسسة يبدأ يخدم، يبدأ ينتج. المؤرخ لا لا، المؤرخ يزم يروح، يعني سمحوا لي، يروح يدرجي شوية في علم الاجتماع، يدرجي علم النفس، يشوف اللغة، يشوف القانون، كل العلوم الاجتماعية لازم يكون عنده فيها إدراك. ما نقولش بلي لازم يكون سوسيولوج باش يكتب تاريخ، لا، يلزم يفهم المجتمع نتاعو، ويلزم يفهم النفسية نتاع المجاهد ولا نتاع المناضل ولا نتاع أي مواطن، أي مواطن. احنا ثاني نرجع للمصطلحات، تهمة الخيانة، أيام الثورة، ما عندناش وقت باش نتحقق، يكفي أن شفنا على الظاهر أن السيد هذا تعامل مع العدو، الآن نراجع المسألة، نراجعها ونشوف ما هي الدوافع. ماهوش الناس كل بنفس الدرجة من الخيانة، كاين ناس تكلفتهم الثورة باش يدخلوا في أوساط الاستعمار باش يجيبوا معلومات. مشكلتهم أن اللي يشهدوا بأنه هو اللي بعثوا مات، يبقى خاين. هذا مسائل على المؤرخ هو يوضع القواعد ويوضع الإجراءات باش المجتمع حتى المجتمع يراجع نفسه. إيه الأحكام المسبقة هذه صعبة، صعبة جدا. إذن سيدتي أنا أرى بأن هذا التراشق مفيد جدا بالنسبة لكتابة التاريخ، لأنه يؤدي إلى توضيح الرؤية عند المؤرخ. الاختلاف فيه رحمة، الاختلاف في وجهة النظر. أنا إحنا رانا هنا في 6 ولا في 7 حضرنا حدث واحد، أما يفوت عليه شوية وقت، كل واحد ينظر له من الزاوية نتاعو، كل واحد يفهم الحدث هذاك بطريقة ما. هذا هو. إذا أنا ما ألوم التجريح، مسألة التجريح، التجريح في ما بين المجاهدين والمناضلين، هذا يعني مطلوب. هذو رفقاء سلاح، المفروض تكونت بيناتهم واحد الأخوة، واحد العلاقة حميمية اللي تجعل مهما كان يبقى الاحترام القائم الكامل بين الناس. نرى خطر تسيء إلى سمعة الثورة لدى الشباب، الشباب اللي ما عندوش الخلفية. وإذا كان ما كانش التراشق وهذا المراحل هذه كلها، غدوة يروح هذا الجيل هذا ويجي الشباب يوصل إلى سن الإنتاج، راح يتعامل مع الوثائق. مابقى الشاهد يقول له استنى سي محمد راك غلط، هو يتعامل مع الوثائق، ويتعامل مع الوثائق كلما أتيحت له الفرصة. يروح للوثيقة الفرنسية يلقاها سوداء، لازم يبحث على النقيض نتاعها في الوثائق الجزائرية. مثال المظاهرات نتاع 61 في فرنسا، الرابور نتاع باكون يقول ديمون 10، التقرير نتاع جبهة التحرير في درجة فرنسا يقول او موان 300. واش يدير المؤرخ غدوة اللي ما يلقاش الشهادة؟ يرجع لكل عنصر يوصله إلى الحقيقة.
ترجع للصحافة. ماذا كتبت الصحافة في ذلك اليوم؟ العملية وقعت في باريس، كل الصحف العالمية كانت موجودة. صح يا سيدي، ناخذ أنا خمسة ستة سبعة صحف ونشوف القاعدة. هذا الرابور بتاع بابون يكتب لي عندنا نيويورك تايمز قال كذا، ساندي تايمز كتب كذا، الجرائد البولندية كتبت كذا كذا. إذا نقترب من أن تقرير جماعة التحرير هو الأصح. حوادث 45 نفس الشيء تقول الفرنسية كالت نرجع لما كتبت الصحف في ذلك الوقت، وشهادات قناصل الأجانب اللي كانوا هنا في الجزائر. احنا نقولوا 45,000، وثائق أمريكية تقول 90,000، وهي اللي اتصلت بالأمين العام للجامعة العربية باش أعطت له هذه المعلومات، ثم اتصلوا بالحكومة الفرنسية قال حبسوا، رانا كنا حلفاء غير البارح في الحرب، هذا العمل هذا راهو غير مقبول، ما نجموش نكونوا معاكم حلفاء حتى في هذه. قلت له كان ما حبسوهاش كيف ما تنتهيش. جاتهم فرصة قال صفي حسابنا مع الجزائر. يمكن العنصر انه حاليا الان في ازمه الحروب انه طرفيه النزاع يروحوا الوقف اطلاق النار ومن بعد يروحوا المفاوضات. احنا في المفاوضات كيف يعني الاولى والثانيه شفنا ان وقف اطلاق النار جاء نتيجه للمفاوضات يعني جاء من بعد. هل تعتبروا يعني ان الوفد المفاوض استخدم جيدا ورقه مواصله العمل المسلح ك ورقة قوة ويعني كيف لم تؤثر على الجزء الثاني من السؤال؟ يعني في 61 برزت بعض الخلافات ما بين قيادة الأركان والحكومة المؤقتة، كيف لم تؤثر تلك الخلافات أو اختلاف التوجهات كان بين قادة الطورة على العملية التفاوضية؟ شوف يا سيدي، أولا اسمح لي السؤال نتاعك لم تتم مفاوضات بين وفد التحرير ووفد الوطن الفرنسي بعد 18 مارس 1962. كيش في المفاوضات؟ انتهت المفاوضات خلاص، مبقاش. كل مسائل طرحت وتوجت لتوقيع هذه الاتفاقية بعد 19 مارس توقيع الكتاب. بدأ في تنفيذ الجوانب العملية لإعداد للاستفتاء بتاع تقرير في أول جوية 1962. إذا ما فيش مفاوضات، اللي كلا كلا واللي عوق عوق في 18 ليش وستشيخ فقط بالك ما فهمتنيش من السؤال ديالي. أنا يعني لم أقصد أنه بعد 19 و 18 مارس فيه مفاوضات، قلت أنه بعد 18 جاء وقف إطلاق النار. يعني حاليا الآن مثلا في الأزمة السورية مثلا، نعم، يقول لك نديروا وقف إطلاق النار، وقف الأعمال العدائية، نهيئوا المناخ الجيد ونروحوا المفاوضات. نعم. إحنا في الثورة الجزائرية كان العمل المسلح متواصل. نعم. والمفاوضات قائمة ومن بعد رحنا لوقف إطلاق النار. هذه يعني خاصية في خاصية فيما يتعلق بالجزائر، لأن الثورة الجزائرية لم تكن تثق في النوايا الفرنسية فيما يتعلق بمصير الجزائر إذا توقفت الحرب. ما ننساش بأن دوغول في 1960 عرض سلم الشجعان. سلم الشجعان واش معناه؟ لو كوتو او فيستيير، روحوا تروحوا لدياركم ونتفاوضوا. لا سي محمد،
لا اسمح لي حبس. هذه ما جات لا في القرآن ولا في إنجيل ولا في التوراة. هنايا ولالك النهار الأول في بيان أول نوفمبر وقبل ما نطلقوا النهار قلنا لك احنا أعددنا ميثاقا نضعه بين أيديكم فإذا أردتم حقن الدماء تفضل. ما بغيتوش جانا ميتيران تاعكم جانا لو 2 نوفمبر 1954 جانا إلى الريس قلب الأوراس وقال الأرجيري سلا فرانس ما فيش أي قوة في الأرض تقدر تزحزحنا منها. إذن من غير المنطق نوقف الحرب لنذهب لنتفاوض بخلاف الوضعيات الأخرى. الوضعيات الأخرى عندها ظروفها وعندها مراميها. احنا ما كانش في برنامج الثورة في بيان أو النظام ما كانش أهداف متعددة نريد أن نحققها، لكن عندنا زوج هدفين. الهدف الأول هو العمل على استرجاع السيادة الوطنية بالحرب كوسيلة. الهدف الثاني إعادة بناء الدولة الجزائرية لتقوم بمهامها الدولية في المحيط العربي. ولهذا وجه النداء لجميع الجزائريين باختلاف مشاربهم ومناهلهم ومذاهبهم. قد شوف انت شيوعي تحب نحرر الوطن، نحي الشيوعية نتاعك ارواح كمواطن، الباقي خلينا نديرو نسترجع السيادة الوطنية نتاعنا ارواح تفاهم. أما في خضم العمل الثوري ما نحبش نسمع انت إباضي ولا سني ولا كذا، ولا نحب نسمع بأنك انت راك في الحزب الاشتراكي ولا في حزب انت أنصار البيان ولا حتى حركة انتصار الحرية الديمقراطية تهميني خلاص جبهة التحرير جبهة. هذا هو المقصود. إذن بالنسبة لهذا العمل توقيت القتال لا يأتي في ظروفنا نحن، لا يأتي قبل المفاوضات كشرط أساسي. وعندما تم هذاك لأن الفترة نعشها عندما جاءت سلم الأرقام الجيوش الفرنسية توقفت على العمليات بالفعل، ولكن جيش التحرير ما توقفش، ما توقفش يا سيدي محمد، ما توقفش لمدة شهر. نحاول كوفو، نحاول الكنترول، نحاول كثير من الحاجات. صح حقيقة الشعب تنفس، لكن كتائب جيش التحرير لم تتوقف عن الكفاح. إذا من شروط الثورة إذا كان لو أن الحكومة الفرنسية أرادت أن نوقف الحرب ونتفاوض على المستقبل لكانت قبلت في 54 مبدأ الاستقلال، ماشي الاستقلال بالمعنى نتاعهم هما، لا تقرير المصير قال على كل حال احنا الجزائر ماهيش فرنسا. احنا نعترف امام العالم بان ارواحنا نتفاهم كيفاش نفكوا بعضنا من بعضنا. احنا ممكن يكون توقف القتال، لكن ما فيش اعتراف حتى لاخر لحظه هما يراوغوا نقسم لك الجزائر، نقسمها على ثلاثه، نقسمها على زوج الصحراء، حتى ان لاميلوكال نتاع توارب في 56 راح لدوغول وما كانش في السلطه
قال له شوف انا مستعد نعينوك ملك على الصحراء اختك الجزائر. قال له اطلب مني نطلق مرتي وما نطلقش الجزائر. باين نزيد عني. تفضل اخويا تفضل. انا بان عطيتني شهية بالنسبة لا وكنت مدرس ودرست في جميع المراحل. عندما يكون شكون ماذا درست؟ والله درست حتى في الفيس. فلفاسة. درست لغة عربية، درست لغة فرنسية، درست أدب، درست موسيقى، درست رسم، درست ترجمة، درست أدب، أدب عربي، درست قانون دستوري، درست تاريخ علاقات دولية، يعني خلطناها. فإذا أنا دائما أتحدى من يدعون الثقافة والمعرفة التاريخية، نقول له أعطيني تاريخ الجزائر متسلسل. تقولي متسلسل، لأن أولادنا محتاجين أن التاريخ بدأنه يكون متسلسل. ما تقول ليش الدولة الرستومية والدولة الحمادية والدولة كذا والدولة كذا، حطهم لي مع بعض باش نعرف أنا في وقت الدولة الرستومية اللي كانت في مكان ما واش كانت الجزائر في ذلك الوقت. أعطيهم لي باش يكون عندي دائما صورة الجزائر كاملة. أين الجزائر كي تكون بالطريقة هذه؟ تقول لي نوميديا بكري ما كانتش دول. تقول لي بأن في وقت مثلا ما قبل الفترة العثمانية كانت الجزائر مقسمة. لكن هل كانت خاصية خاصة تخص الجزائر فقط؟ لا. هل ألمانيا وحدت في 1860؟ إيطاليا كيف فرنسا توحدت في 1789؟ هل حلال عليهم حرام علينا؟ احنا عندنا دولة أو مثلا مملكة بني جلاب سادت في المنطقة الجنوبية لمدة 3 قرون. إيه بصح في هذيك الوقت واش كان قبلها؟ هل ذكروا ولا المؤرخين يعني كلفوا نفوسهم أنهم يحددوا لي العلاقة اللي كانت مثلا بين بني جلاب والمحيط بتاعهم؟ لا، جابوها مستقلين. الدولة الحمادية بدأت في مقرى مسيلة وروحت بجايز روحت. لكن في هذاك الوقت واش كان هنا في الجزائر؟ كان رعاة احترموا كان عند التنظيم. اذكروا اخويا وشوف لي طرش كيف كان علاقات بيناتهم. هي هذا مهم جدا. اذا تسلسل التاريخ يجعل المعرفة التاريخية اسهل. واضحة. ثم أنك هنا تعرف النمو والتطور تاع المجتمع تاعك من مرحلة إلى مرحلة. واش يخلي بن ناصر بن شهرة اللي كان صعلوك قطع طريق في 1830 يعمل يحوط على مدينة ورقلة الغوار باش يدخلها وينهبها، ويخرج ليه الشيخ يقول له يا فلان راه عيب عليك، فرنسا راهي دخلت في سيدي فرج. دخلت رجلي نمشيو نروحو نشوفو واش كاين. جاو لهنا البليده وتلاقاو مع رؤساء القبائل، قال انا منضم. واش يخلي هذاك السيد راه في الغواط وكان ما عندوش يعني ارتباط بما يجري في الجزائر؟ كان قال لي خويا اتقي راسي ما قالش حاس. لا، جاء وبالفعل شارك في المقاومة. إذا هذه المسائل هذه ثم تظهر
هذه المواطنة هذه زمنا نعطيوها المحتوى تاعها. فإذا الوعي التاريخي يبدأ من هنا، يبدأ من اقتناع المعلم واقتناع الوالدين بأهمية التاريخ. ثم أن يقولون المنظومة التربوية هي السبب في كثير من المسائل. أنا أقول لكم أنا عندي رأي مخالف. مهما كانت المنظومة التربوية، مسؤولية المعلم هو اللي راه في المواجهة مع الأطفال. أنا تعطيني موضوع في المنظومة التربوية في البرنامج، تعطيني موضوع، أنا اللي نقدم التربية، أنا اللي نقدم التربية، لازمني نعرف كيفاش نقدمه. ما نقدمه أنا مش جاف، نعرف الأسلوب، نعرف الأسلوب في التدريس، راهي مادة اجتماعية. ماهيش رياضيات دويدو صافي كات نو، هذا راهي مبنية على إدراك وفهم ومسايرة لأحداث وربط بينها. لازم تكوين المعلم في التاريخ لازم يكون عنده اهتمام خاص، اهتمام خاص. لازم تحبب لي التاريخ. وبالنسبة للتلاميذ والأولاد في أي سن كان، حتى حتى البكالوريوس مازال طفل صغار، أنت اللي تعجنها. ولهذا ما درسناهمش التاريخ، درسوهم كأنه قصة. تشوف كيف هي يهتموا، احكي له التاريخ يحكى، التاريخ يحكى. صح، عارف كيفاش تدخل العوامل الموضوعية في الحكاية. بالنسبة لأسئلة خفيفة كيف وعد الميزانية والعقد الدولية والنقص ويخص المفاوضات الجارية إلى وفد الجهاز الوطني ووفد الحكومة الإسلامية في عصير ذلك الوقت. ولكن رغم ذلك احنا لما نعود إلى التواريخ التي انبثقت عنها هذه اللقاءات وهذه المفاوضات نجد أنها تصب في خدمة الوفد المفاوض الجزائري. كنتكلموا على يوم 19 مارس تاريخيا، يوم 19 مارس يجمع الكثير من المؤرخين أنه بداية المقاومة الجزائرية للحملة الاستعمارية الفرنسية يوم 19 مارس. نهاية 5 نهاية نهاية لا 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 في البداية، في البداية المقاومة حسب بعض المؤرخين يقول بأن هذا التاريخ اختير لوقف القتال بين الطرفين لأنه كان بداية المواجهة بين الحملة الاستعمارية الفرنسية و الدولة الجزائرية في ذلك الوقت 19 مارس. 5 جويلية كذلك تصب في هذا الاتجاه، يعني كل التواريخ تثبت بأن الوفد المفاوض الجزائري فرض وجهة نظره على الوفد المفاوض للحكومة الإسلامية، على عكس ما يروج له البعض لبث نوع من عقدة النقص بين الطرفين، يعني وكأن كان هناك تفوق للوفد الاستعماري الفرنسي بينما كان هناك وفد في المقابل يوافق على كل ما يبنيه عليه في وفد الاستعمار. أظن أن جاوبت تقريبا على هذا السؤال، ولكن أعود إليه من زاويتين. زاوية الهدف المحدد للوفد المفاوض. الوفد المفاوض تاعنا؟ لا، الوفد الجزائري. أنا نتكلم عن الوفد الجزائري، لأن إشارة الاتهام موجهة للوفد الجزائري، لأن الوفد الفرنساوي ديفونسون ميتاك. ديفونسون ميتاك. أنا أقول مالوريزمون مسيو شيخي كو إلي بامي لي جون كو ديفونسون ميتاك سون دي زالجيريان. كي ديز كو. با دو بروبليم. با دو بروبليم، لأن شوف نحن مشارب ومناهج. كاين عندنا من كي مارش دون دو راتوليي تروا راتوليي كاتر راتوليي، دونك حسب المنفعة والمصلحة
نتخذ موقفا ثم نعاكسه في الغد. كتب ياسين في صيف 62 كتب مقال يمجد فيه اللغة العربية إلى أقصى درجة، يعني كان في ألمانيا. روح بعد شهر شهرين خرج لنا مقال يربط بين اللغة العربية والإسلام ويتكلم عن المساجد، يقول الصواريخ التي لا تنطلق. دونك سا ديبان كومون نونفوش سون شيفال. بالنسبة لي الوفد المفاوض الجزائري، أنا قلت ولازلت أقول وأكرر بأن الهدف هو إنهاء الصراع وتحقيق استرجاع السيادة الوطنية، هذا هو الهدف. إذا الطرود كل المؤثرات التي تأتي، أنا نحاول ما تغطينيش الهدف نتاعي. أن هناك تفوق بطبيعة الحال، كريم القاسم من أي جامعة خرج؟ جامعة الكروش، ورجل عظيم. الإخوان اللي كانوا معاه كيف كيف؟ واش من كلية عسكرية داروها؟ ما داروش. إذا الآخرين جابوا لهم مختصين في التاريخ، في الاقتصاد، في الاجتماع، في السياسة، في العسكر. السي شيخ في هذا السياق يحكي أحب يقول جابوا لنا ملف تقني على البيضرون ديالك، حنا كيحطوا لنا فلوس ديال الدين نتخازروا بهم، قال لنا عندك وتوزناها لهم. لا بيان سور، لكن ما لا يريد الناس ان يقولوا بان الوفد المفاوض وظف جيش من المختصين، جيش من المختصين. هذا الملف هذا تاع البترول، شكون المختص اللي كان حاكم الملف هذا؟ واحد ايطالي انريكو ماتيي. انريكو ماتيي هو المؤسس نتاع شركة إيني الايطالية، وهذا كان مع الثورة الجزائرية وقتل. نعم قتل في طائرته، انفجرت به الطائرة. في كثير من المسائل استعانوا بكثير من الخبراء، لكن نعم أوروبيين وعرب وكثير من وبالإضافة إلى هذا، أوف
بين الحكومه Thank you.
شو عليها؟ لا 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 ل